دشمنی احمد پہ شدت کیجیے. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبطين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سنام در الإيمان. واذكروا الله عند كل شجر وحجر، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وأن الله ليس بغافل عما تعملون. واقطفوا آثار سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين، فإن السنن هي الأنوار. وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأكرم التسليم، فإن الحب هو الإيمان كله. ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تبارك وتعالى وإياكم حب حبيبي هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأكرم التسليم كما يحب ربنا ويرضى، واستعملنا وإياكم بسنته، وحيانا وإياكم على محبته، وتوفانا وإياكم على ملته، وحشرنا وإياكم في زمرته، وسقانا وإياكم من شربته شرابا هنيئا مريئا سائغا لا نقمه بعده أبدا، وأدخلنا وإياكم في جنته بمنه ورحمته وكرمه ورأفته، إنه هو الرؤوف الرحيم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر لا يبلع، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم، ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم، انه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب سيدنا الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلى جامع القرآن سيدنا الإمام عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تبارك وتعالى وجهه الكريم، وعلى ابنيه الكريمين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فلذتك بخير الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم، وعليها وعلى بعلها وعلى ابنيها وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس سيدينا أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ربنا يا مولانا واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر.